الذي يتعامل بالإساءة، المسيء، الظالم، المؤذي للناس، الذي يتعامل مع الناس بعنجهية، الذي يذل الناس. لو كان في وسط الخير، الله عز وجل يخرجه من الخير يلقيه في الشر حسب نسبة مساوئ أعماله. كلما كانت النسبة أكبر، السيئة التي ينتهي إليها أعظم. القرآن يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الحكام الذين يحكمون بالاستبداد بعنجهية يسفكون الدماء، دماء الأبرياء، حكم ظالم طاغي، مستحيل أن يكونوا مسلمين، مستحيل، حتى لو كانوا في بداية أمرهم مسلمين حتما ويقينا يصلون إلى الكفر، حتى لو صلوا صلاة الليل، حتى لو ادعوا لأنفسهم ما ادعوا، مستحيل. أنا لا أقول آية قرآنية. ثم كان عاقبة الذين، هذا كلامي، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يصلون إلى تكذيب آيات الله عز وجل.